أصفياء. إخوتي الكرام، أصول الفرق، أصول الفرق، هذا التأصيل هو رد على من يجمع تأصيلك. يعني أصول الفرق الأصل فيه رد على من يجمع، لأن الأمة سيحدث فيها فرقة سيحدث فيها فرقة، وأن التجميع مهما كان لا يمكن أن يقع على ما يرضي الله جل في علاه. وأصل الفرقة هذه سنة كونية، أصل الافتراق سنة كونية، ستقع على محالة. وإذا قلنا من السنة الكونية إذا هي بقدر الله، والنظر إليها يكون من النظر إلى القدر. إذ النظر إلى القدر ثلاثة، أو قل نظران: قدر وجب التسليم له، وقدر وجب دفعه. الفرقة هذه وجب دفعها، لا يرتضي الله بالفرقة، ويجعل مع الفرقة العذاب، ويجعل مع 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 مع, مع, مع الاجتماع الرحمة. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. الفرقة عذاب، والفرقة علامة البدعة، والاجتماع علامة السنة. كلما تجدهم متفرقين اعلم أنهم على بدعة، أو الهوى يتسلط عليهم، وإن وجدتهم مجتمعين فاعلم أنهم على سنة، إذ السنة لا تلون فيه. أصل ذلك وأساس ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: يا رسول الله، من هي؟ جلي لنا الصفات السمات كلها في النار. إذن الوجل والخوف والرجفة كلها في النار، من نحن؟ أين نحن؟ فقالوا: جلي لنا صفات هؤلاء. من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وإيش. أما زيادة كلها في النار، من ضعفها فلم يوفق للصواب، وأخطأ خطأ بينا، وأعان أهل البدع على البدع التي هم فيها، وجعلهم يتمسكون بها تمسكا كتمسك الغريق بالقش. في المسند الإمام أحمد وأبي داود قال: هي الجماعة. نعم نعم، وروايات كثيرة دي هنفسرها لما يأتي بقى، لكن أنا أتكلم عن الفرقة موجودة. فلما قالوا الكل في النار، يبقى كل فرق كل فرقة هتكون في النار، هي في النار ما لم تأتي بما عليه أهل السنة. فين أحمد؟ الفرقة في النار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وإيش. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الأصل فيها: فإن أمنوا مثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. فإذا الفرقة أمر كوني، قدر من الله جل في علاه، وهذه الفرقة وهي قدر من الله، قدر وجب دفعه لا التسليم له، لأن الفرقة مذمومة، وقد نهى عنها الله جل في علاه: الذين أمنوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. نحيي الدكتور صفي، سعدت جدا عندما رأيتك جالس ورا أين هو؟ أنا شمسك تشرق علينا يا دكتور. معك عماد؟ عندك عماد؟ أو هو جالس في الخارج. والله تشرفنا بك يا دكتور، أدامك ربي على الخير، ونسأل الله أن ينصر بك الملة، ويرفع بك السنة، ويقمع بك البدعة. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، التصحيح والتضعيف اجتهاد، ولكنه قد أخطأ من ضعف هذه اللفظة، أخطأ خطأ جر أهل البدعة إلى إيش؟ رأيته أنتم بتاكلوا كله يا جماعة، ما هو وقف وشفناه وكله جاف وأنا متكلم معاه. النت هنا ضعيف. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال ابن تيمية: حديث صحيح مشهور. وطبعا فند تصحيحه صاحب السلسلة الشيخ الألباني، وإحنا أصلا من يومين أو من ثلاث أيام، زول من كم يوم أخرجنا لسه أمس. أنت ده أنت الكل كلها، أنت منبعها وصارت. من ثلاث أيام أربعة أيام كنا نتكلم على الرواية: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه.
أمس قبل يومين، الآن بقى قبل يومين، لسه ارجع بالذاكرة ستجد أنها ثلاثة أيام. شوف اليمن عندهم القات فاهم، ومصر عندهم الكلة، فأنا ما أعرف الخرطوم عندهم، الخرطوم جمع كل المشارق والمغارب، ما الذي عندهم؟ هم أصلا مساطيل لوحدهم، يعني هم أصلا يمشون ينامون لوحدهم. جاء لهم للسودان يفعل به ذلك بالأمس، جالوا إيش؟ جالوا شيخ، هو أصلا السفير اللي هناك، كل إفريقيا طابور وراه. أخذنا تكلمنا عنها، عن اللفظة نفسها. وابن تيمية قال حديث صحيح مشهور، في رواية معاوية بن أبي سفيان هي الجماعة، قال عن ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا حديث محفوظ، وقال عنه الألباني هو صحيح في السلسلة صحيح، وتكلمنا عن الموطن الذي ضعفوه فيه، وبينا أنه ضعيف، من قال بأنه ضعيف فهو ضعيف. الافتراق هو خلاف الاجتماع. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نعم يعني لا تفرقوا، إذا اجتمعتم فلا تفرقوا. انظر أخي الكريم أن الاجتماع مطلب رئيس من مطالب الشرع، فكل من أخذ هذه الفرقة هذا الذي هدم أصول الشرع. والدلاء ذلك قال تعالى وألف بين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ولكن الله ألف. لا بد أن تفهم شيئا عظيما في هذا الباب. وش هو الشيء العظيم؟ قد يحسب المرء وأنت تفند السنة والبدعة أنك تفرق. عملوا إيه هؤلاء القوم؟ لما تتكلم أنت بالسنة طبعا هذا إيش يفعل، لما تتكلم بأن يد الله فوق أيديهم الحقيقية بتفرق من بين يدك المعتزلة الجهمية الأشاعرة الصوفية، كل هؤلاء لا يثبتون صفات الله جل وعلا، فإيش لحدة يجتمعون عليك أم يتفرقون عليك؟ الإجابة أريد إجابة، إن مين دول يتفرقون ولا يجتمعون؟ يتفرقون، فهم يقولون أنت أخذت بالفرقة ما أخذت بالجمع، أنت ما عملت بإيه؟ بمقصد الشرع، مطلب الشرع. وش نقول لهم؟ أنا أخذت بالفرقة التي أمر الله بها وأخذت بالاجتماع الذي أمر الله به، ولذلك لو تلون من تلون افترق، ولو سار على الضرب وصل، فهو حاد عن الضرب، فأنا أبين له الطريق الصحيح، لأن في نهاية الطريق هلكة الذي يسير فيها، ونهاية الطريق إلى رب العالمين، جوار رب العالمين في جنات النار في مقعد صدر عند أمريكا مقتدر. فقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السنة تجمع والبدعة تفرق، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن المجلس فانفصل أحدهما عن الآخر. فالافتراق انقسام، والافتراق فرقة وعذاب، والافتراق إضعاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب يحكم. الفرقة عذاب، انقسام، انكسار. تأبر رماح وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد، وإذا افترقنا تكسرت أحد. والفرقة هي الطائفة من الناس، والفريق أصلا وفرق جمع فرقة. والفراق هو التفريق بين الشيئين والفصل بينهم، والتفرق والافتراق سواء، ومنهم يجعل التفرق للأبدان والافتراق في الكلام. الافتراق في الاصطلاح هو التفرق في الدين والاختلاف فيه. والحقيقة لابد أن نفهم أن الدين أصوله واحدة، فالافتراق عليه هوى، هو إما حق وإما ضلال، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا، قال جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا. فهنا مسألة الافتراق على الدين، يبقى إذن المسألة مسألة التفريق بين حق وبين باطل، بين هدى وبين هوى، بين هدى وبين هوى. لذلك قال الله تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله سيبينهم بما كانوا يفعلون. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما هلك من كان قبلكم من الامم باختلافهم في الكتاب. والافتراق عن الجماعه هو الذي اودى بانهدام اصول الجماعه، الافتراق عن الجماعة. ولذلك قال علماؤنا الافتراق عن الجماعة، الجماعة هم أهل السنة والجماعة، ومن كان على هديهم بعد ظهور الافتراق، فمن خالف سبيلهم في أمر يقتضي الخروج عن أصولهم في الاعتقاد أو الشذوذ عنهم في المناهج أو الخروج عن على أئمتهم واستحلال السيف فيهم مفارق للجماعة. وفي قول سلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب العصبية
ويقاتل العصبية فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها ولا في بزي عهدها، فليس مني. كل هذه أوصاف للخوارج، كل هذه أوصاف خرج على الأئمة بالسيف. فهنا وصفهم بأوصاف في هذا الحديث، الأول أنهم مفارقون للجماعة، مفارقون للجماعة. الوصف الثاني بأول شيء مفارقون للجماعة، طبعا لابد أن تفهم أي جماعة، أي جماعة؟ ها، الجماعة التي تمسكت بأصول الكتاب والسنة. لما لم يكن اليوم دين، يوم إذن دين، فليس اليوم إيش دين، لن يصح آخر هذه الأمة الذي مصالح به أولها. الخارجون عن الطاعة، طاعة ولاة الأمور، الخارجون على الأمة بالسيف، هذو من؟ الخارج، يكفرون أهل الإسلام، هو يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ودي دواعش، خوارج، سميهم كما تسميهم. هؤلاء خرجوا على الأمة بهذا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الرابع، قتالهم باطل لأنهم يقاتلون تحت راية عمية، ما فيش راية واضحة، ليس راية واضحة ضابطة ضابط الشرع في هذا الباب. من قاتل تكون كلمة الله العليا، فهذا هو الذي في سبيل الله. نعم. فالخروج عن أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد من أصول الدين الاعتقادية أو العملية المتعلقة بالقطعيات أو بمصالح الأمة العظمى أو بهما جميعا، فإنه يعتبر تفرقا. فالضابط في الافتراق أنه يؤدي إلى الفتن والتفرق والقتال، وده الحاصل الآن، يتفرقون ثم يخرجون ثم يحدث المظاهرات ثم بعد ذلك يحدث الإيش؟ القتال وسفك الدماء ثم التلاسن ثم الاتهام بالنفاق ثم الاتهام بالعملاء ثم تقعيد قواعد بدعية. بقى يكتبون قاعدة، في قاعدة كلية يحفظونها، إيش هي؟ إذا ما وافقنا فهو معنا، ومن خالفنا فهو عدونا. القاعدة الثانية في الأشخاص، ها أيوة، العالم من سجن، لازم فيك العالم من سجن. مالك مش عالم، أبو حنيفة مش عالم، الثوري مش عالم، ابن عيينة مش عالم، أبو بكر مش عالم، عمر مش عالم، إيه اللي بيحصل ده؟ طب عثمان مش عالم، علي مش عالم. هذه القاعدة اللي قاعدوها هؤلاء النبلاء الهبراء، الهبلاء هم دول هبلاء. كل واحد بيدخل واحد بيأدي درس، استنى لو سمحت انت اتسجنت ولا لا، وتبقى مصيبة بقى بيقول له اتسجنت اخسى اكتر من اللي اتسجنوا عندكم. ايه ده، انت مش مننا عشان اتسجنت اكتر، فانت مش مننا برضه. في هذا الباب، هو هذا ده الضابط، ضابط الخوارج، ضابط الجهلة في هذا الباب. فهو من خرج عن اصل من اصول اهل السنة والجماعة فانه يعتبر فرق الامة. وأهل افتراقهم أهل الأهواء والبدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ثم قال وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما موالاة المفترقين وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة. بنقول أولا أنه إذا خرج عن أصل من أصول الاعتقاد من اعتقاد أهل السنة والجماعة فقد خرج عن الجماعة، لكن هذه المسألة طبعا فيها تفصيل، فيها تفصيل في هذا الباب. والضابط في الافتراق يحكم بالمفارقة على كل من خرج عن سبيل أهل السنة والجماعة في أصل مما عدوه من أصول الدين أو قاعدة من قواعده أو خالف في فروع كثيرة وجزئيات متعددة مخرجة عن سمة أهل السنة والجماعة وديهم، كبدع الشائر والعبادات إذا كثرت. يعني هو بيقول إما يخرج من أصل من أصول الاعتقاد عنهم في هذا الباب كالخروج على الأمور، كالكلام على ما تخرج، احنا بينا ان مفيش خلاف في مساله الخروج على ولاه الامور، كخروج على ولاه الامور ايضا كمساله الالهيه، كمساله الاسماء والصفات، هذا خروج عن اصل اصول الاعتقاد يدل على انها فرقه من الفرق وتستحق النار كما قال الانسان كلها في النار الا، او بدع كثيره في العبادات ليس في الاصول لكنها يعني غيرت سمت منهج اهل السنه والجماعه. غالبا في تلازم بين الامرين، طبعا كل من حرفت عقيدته انحرفت عبادته، معروف. وهذا ما وضحه شيخ الاسلام تماما، جعل العاده التي يتقرب بها الى الله تعالى بدعه كاتخاذ لبس الصوف عباده وطريقا، فهذا ايضا يكون من الفرق. الفرقه لا يرضى بها، وجب سد ثغرات الفرق، الفرقه بان توضح للناس الحق، لانه سد ثغره الفرقه كيف؟ ليس بانك تطبطب عليهم ولا ترافقهم
ولا تقول أنتم حبيبي. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ها دي مش ما يجمع، ده أم التميع هنا. يعذر بعضنا بعض. طب ورجل بيقول مدد مدد يا بدوي، ها ورجل بيقول مدد يا رب، كيف هيعذر بعضهم بعضا؟ ما يضبهاش. ده هم أصلا بعد ما قعدوا القاعدة أول من خالفها، من وافقنا فهو معنا، من خالفنا فهو عدونا وأعدى أعدائنا. قطبي، سروري، حزيني، خوارجي، دواخلي، لوحظي، أو المهم أنه أصلا لابد تعلب له شيء من أجل أن تنفر الناس منه. وده منهج اليهود ومنهج الرافض. يعني أنتوا أصلا فيكم من اليهود ورافض كثير، لأن اليهود ماذا يفعلون؟ ها أو الروافض قالوا إيه؟ من المنهج العقدي عندهم هو تنفير الناس ممن يخالفنا حتى لا ينفر الناس منا ولو وقعنا في أعراضهم. وده اللي بيعمله هذه الطائفة المفسدة الفاسدة، يضربك علميا، فإن لم يقوى عليك علميا يضرب في المنهج، إن لم يستطع يأتي على شخصك. إيه ده طول ما هو قاعد بيبتسم ده كل شوية يطلع علينا بقطة، وهي القطة دي ايه بالظبط؟ فاهم؟ اه المهم لازم يشوف لك شيء ليتكلم فيه على هذا، فيضرب على 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 عرضك وشخصك. ده بينفق في اليوم كذا، انت عارف. طب ايه بقى، اين لك هذا المال؟ ها ده بيشرب الشمال، ده ضوافره طويله، ها ده عينيه رموشه بتلمع، الواد بيحط ابيض واحمر. طب هو بقى كان لما يدخل في التلفزيون بيعملوا له ايه؟ والله العظيم امراه بتقول لهم بيحط بودره وبيحط احمر. بودره ايه يا بنت البودره؟ انت لا تفهمين. هو الرجل اصلا يطلع بيقول قال الله رسول، ولا طالع بيقبل سعد حسن؟ يعني ايه هبه؟ ما هي لازم تعرف هذا الباب. فهو لازم يقصد شيئا واحدا عليك، هو الانتقاص منك او الكلام على عرضك. ودي هو ده. وده ماذا يريد؟ يريد ما اراده الرافض، نفر الناس منهم، لانه هيخلي الناس مش هتقبل بقضيتنا. طب اولا انت خليك منصف واثبت ان قضيتك قضيه ايه؟ حق، توافق كتاب السنه. فلذلك من علامات اهل البدعه الفجور في الخصومه، من اهم علامات اهل البدعه الفجور في الخصومه. فان لم يستطع الرد علميا اسقط الكلام على ايه؟ على عرضك. شوف يعني يخالفون الله في كل شيء. انت طب العرض، انت قال يا هزال لو سترته بثوبك، ايه العرض؟ انت تعمل ايه؟ بتصوره بيبوس واحده وتقول شوف اهو اهو كان يقبلها وعلى مرأة ومسمع من الجنون والشياطين. انت فاهم حضرتك؟ يعني هذا هو ده الدين؟ هذا انت نصرت الدين بهذا؟ نصرت قضيتك؟ اسقطت هذا الرجل وفزت عند ربك؟ قال يا هزال لو سترته بثوبك ليه؟ لكان اعظم لك في الاجر عند رب. فالفجور من الخصومه هذه من علامات اهل البدعه والضلاله. والفرقه كما قلنا ان كانت عذاب فلا بد من دفعها، ودفعها باظهار الحق، دفعها باظهار الحق. ما ادري، انا جاءتني الرساله سعدت بها اليف، انا احب اليف، هذه تركيا اليف رائعه صغيره كالشمس، الله يجعلها فوق الشمس. فجاء السؤال اليف، يعني طيب انا بقى انا اقول لام اليف، نادر بيقول لك يا ام اليف اتقي الله ان نادر مات اخذ العده انك ستزوجيه والرجل ميت واعلم متجوز بقاله 15 من يوم ما بشرتيه وبيموت اهو الان ووقع اليوم كمان. انا لن اجيبك عن سؤالك حتى تتقي الله في اليف، قصدي في نادر. أين أنت لو يعني ليتك تعودين أجيبك عن السؤال تحت الأمر، وأيضا يعني أطلب منك أن ترفقي بنادر إن شاء الله، يعني لعلها تكلمني وتبشرني خيرا بك يا نادر. نسأل الله أن يحفظكم يا رب. بالنسبة لمعرفة الفجر الصادق والكاذب، الفجر الصادق هو مستطيل، والفجر الكاذب مستطير. الفجر الصادق ينتشر في السماء، ها الصادق ينتشر، اللي هو مستطير، مستطير ينتشر في السماء، ثاني مستطيل. والكاذب لا، يأتي بظلمة ويذهب، كذنا بالسرحان. والذي الفجر الصادق ينتشر في السماء، يبدأ البياض ايش؟ ينتشر حتى يصل الى الاصفار، هذا هو.
فإن كنت موجودة بيني لنا أنك موجودة، لأن أنا ما رأيت الرسالة في الدرس الماضي، كنت مسكت فيها عشان نادر ونخليها تعطينا عدة لنادر، لكن أكيد هناك من سيبلغها بهذا، فنقول اتق الله فينا وعودي عودي كلمينا حتى نعطي الوعد لنادر في هذا الباب هنا، وأجبناك فقولي لنا أنك على نفس العدة حتى نبشر نادر خيرا. والله لما قالت لي ذلك كانت صادقة، وقالت والله أزوجه ولا أحمله شيئا أيضا. ما عندهاش أخت إلا المنوفية. أنا لو قلت لها من المنوفية هتكتب فيها أنا تقرير إن لازم أتعدم قبل ما تشوفها، يعني فاهم حضرتك؟ طيب هنا إذا قلنا الفرقة لابد من دفعها، كيف تدفع الفرقة؟ بإظهار الحق، بإظهار الحق وإظهار السنة، رفع رأس السنة وحدها ابطال الفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة، فإن وجدت من يلتف حول طائفة أو حول حزب أو حول شخص فترهم كقنابل انشطارية كما يقولون يتفرقون، اعلم أنهم على هوى، وإن وجدتهم يجتمعون على شيء واحد فاعلم أنهم على سنة، فالسنة تجمع والبدعة تفرق، وعلى المرء دينا أن يسعى سعيا حسيسا على الاجتماع لا على الافتراق. أول الفرق الكلامية الهالكة المعتزلة، رأس هذه الفرقة التي اعتزلت مجلس الحسن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، سموا بذلك لأنهم اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، وهذا ظهر في أوائل المئة الثانية، شوف في القرون الخيرية الأولى، يعني القرون الخيرية الأولى لم تسلم، لذلك النقاء والصفاء كله فين؟ في الصحابة، وفي الصحابة في آخرهم ظهر الخوارج، لما قال ذو الخويصرة قال للنبي إيش؟ اعدل إنها قسم ربي أوجه الله، واعتزلوا بعد وفاته، ولا منهم أن اعتزل المجلس، اعتزلوا. وقيل أن واصل بن عطاء الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. شوف لما إذا أراد الله بعبد شرا ابتلاه بالهوى، إذا أراد الله بعبد شرا ابتلاه بالهوى. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهب المعتزلة على أصول خمسة، بين بقى أصول الخمسة لهؤلاء، وهما والأصول الخمسة العدل والأصل الثاني العدل والتوحيد طبعا، إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والآن معروف نهى عن المنكر، وهؤلاء قوم شياطين. لما شياطين؟ نعم خلطوا الحق بالباطل، ليسوا عباقرة. من اللي قال عباقرة؟ فين هو عادل؟ عباقرة هم بقر، بقرة حقا هم خلي بالك ابن تيمية قال ما قلت، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، هاي نعم، لكن هو فهمهم قلبوه، لكنهم شياطين. لما قلت شياطين؟ أتوا ببعض الحق لبسوا به الباطل، بعض الحق عشان يغري الناس. أنت مش ممكن تجد مبتدعا عنده باطل محض، الباطل المحض الفطرة تمجه، فهو عشان يستجلب الناس لابد يكون معه ايش؟ بعض الحق، وده طبعا قدر الله جل في علاه ليفتن بهم من يفتن. هو هذا مش وش قال الله تعالى وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا، فهو بعض الحق يظهره من أجل إيه؟ من أجل أن الله جل في علاه يعني يبتلي أصحاب الهوى، وأي واحد صاحب هوى هو عارف أنه صاحب هوى، لكنه عندما يبين عذرا لنفسه أو للناس يتمسك بجزئية إيش بالضبط، كالكاهن الذي معه كلمة حق وكذب عليها مئة كذبة. نعم استخدموا كل الوسائل. شوف حضرتك أول شيء الوجاهة، ثاني شيء السلطان والإمارة والمال والنسوان، كل شيء يحرك البشر امتلكوه ويلعبون به. ابتدع المعتزلة أصولا خمسة لم تعرف في سلف الأمة، أول هذه البدع أول شيء التوحيد، وهذا على طريق الجهمية، الثاني العدل، اعمل بس الأسهم عشان نبين لك، أساس الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين،
ده الرابع. الخامس لا معروف النهي عن المنكر، ده التلبيس على الناس، وهم مشبهة في الأفعال، معطلة الأسماء والصفات مشبهة في الأفعال، قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، قالوا ما يحصل من العباد يحصل منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، أعوذ بالله. وقالوا بوجوب الفعل عليه، جرأة على الله ليس بعدها جرأة، قالوا بالوجوب وقالوا بعدم الجواز عليه أن يفعل كذا. طيب ما قصدوا بالعدل؟ قالوا العدل ستروا تحته القدر، لأنهم نفاة القدر، قالوا إن الله لا يخلق الشر، قالوا العدل إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ظالما والله لا يظلم. وهذا الأصل الفاسد يكون فيه أنه يكون في الكون ما لا إيش، ما لا يريد، يكون في الكون ما لا يريد، نعوذ بالله من غضب الله، فيريد الشيء ولا يكون. ولازمه أيضا وصف الله بالإيه؟ بالعجز. وهم جعلوا العباد خالقين مع الله، كل إنسان خلق فعل نفسه، الانحرافات عقدية قوية جدا جدا، لذلك لا تستغرب في كل ما تراه من البدع والتجرع على الله. هذا بالنسبة للعدل الذي ذكروه أصلا. التوحيد سطروا تحته خلق القرآن، لأنهم قالوا لو القرآن كلامه إذا هنا يتعدد الإيش، القدماء على ما شرحنا وفصلنا قبل ذلك، إحنا بنجيب رؤوس البدع وفي نهاية الكلام على الفرق سنبين الأصول الفارقة بينهم. وأما المنزلة بين المنزلتين، أما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيدي وعيدا فلا يجوز له أن ألا يعذبه ويخلف وعيده، يعني لازم يعذبه، يعني يقولون يجب عليه تعذيب العاصي، وهذه جرأة على الله جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم من ارتكب كبيرة فهو ليس بمؤمن وليس بكافر، أين هو؟ قالوا منزلة بين المنزلتين. وأما الأمر معروف عن المنكر اتخذوها تكئة للخروج على إيش؟ على ولاة الأمور. الكلام على بيان ما هم فيه يكون إن شاء الله في المحاضرات القادمة مع أصول الأشعار. عطل أسماء الصفات، لكن المعتزلة أثبتوا الاسم بدون الصفة. طيب نختم الإخوة، يعني يكون لهم برهة من الوقت، وبعد كده نصلي العشاء، بعدين نرجع إلى أصول البدع وأيضا إلى أصول الفقه، وبعدين هناخد دروس الجمعة مش هنضيعها، هنبدأ بالمغني مسألة، ونبدأ أيضا بالنونية مسألة، يعني كل درسنا كما هو هناخد منه مسألة حتى لا نضيع هذا الخير. الإخوة تفضل الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربنا. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام، يعني الوقوف مع أصول الفرق المقصود منه أن أبين لكم إجمالا أصول كما احنا أصول هذه الفرق، حتى يعطيك تهيئة فلا تتأثر به، ولن نتوسع، أنا فقط سأعطيك الأصول وأعطيك النماذج وأعطيك أيضا أمثلة على ذلك. طيب المعتزلة هم أخطر الفرق الموجودة على الساحة، المعتزلة هم أخطر الفرق على الإطلاق الموجودة على الساحة، خطرهم بأصولهم، الأصل الأصيل لهم هو تقديم العقل على النقل، وهذا له لوازم من أسوأ ما تكون. من هذه اللوازم أنهم يحكمون العقل على الله فيوجبون عليه أمور وينهونه عن أمور، عن لتعلم خطر هذه الفرقة، يوجبون يقولون يجب أن يعاقب العاصي ويجب أن يصيب المطيع، نعوذ بالله من غضب الله، طبعا يجيبون على الله ذلك. وقلنا يتذرع هنا مسألة القدر على الأفعال، يقولون لا يكون في كون الله لا يخلق الشر، يعني مع ذلك شوف الدارمي لما رد عليه قال له أو يكون في كون ما لا يريده، إذن أنا كيف يكون أنا يكون ربا لما يكون في كونه ما لا يريده، يبقى هنا إيش وصف بإيش؟ بالعجز. يكون ربا، العاجز يكون ربا. الله تعالى اتهمهم بالسفة أنهم يميلون إلى أصنام لا يملكون نفعا ولا ضرا،
فلازم تعرف ده أول من أول لوازم خطر تقديم العقل على النقل، يحكمون العقل على الله. الأمر الثاني بوابة الأثر العقل. يعني إيه بوابة الأثر عندهم؟ أنا ببين لك أصول فقط، وكما قلت لك عند ضرب الأمثلة إن شاء الله في غدا وبعد غد في الكلام بعد لملمة شمل كل الفرق، أو معطيك إطار كامل فيه هذا اللازم الثاني بوابة النقل والعقل. نعم أن يعرض النص على هو هذا لا يمرر نصا قط إلا إذا مرره عقله. وده تقديم بين يدي الله ورسوله، وده معناه 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 أن الدين عنده في عقله وهو الناقص العاجز، والشريعة ليست كاملة، كمالها من العقل. ولذلك ردوا أحاديث كثيرة جدا. لما؟ أولا صفعة موسى عليه السلام للملك ردوه، العقل لا يقبل ذلك، ملك وملك طول من السماء، نعم ملك وفقعة عين، وردها الله جل وعلا لأنك لم تسلم. سحر النبي، كتب أحاديث في الصحيح سحر النبي صلى الله عليه وسلم ردوه. طبعا للوازم عقلية خاربة، يقولون إذا كيف لو السحر يبقى إذن الوحي سيتحكم فيه الجني، من قال لك ذلك؟ سنخرجك فلا. وبعدين السحر كالصداع كوجع البطن، وده فصلنا القول فيه، أنا بس بضرب أمثلة لتعلمه. أيضا رد حديث الذباب ردوه، لبس الجني بالإنس ردوه. وده طبعا في أشعارة كثير منهم وراهم تحت رأسهم أذناب لهم، لأنهم ناس يقولون عقلانيون كما يقولون. أيضا ردوا آيات ولكن بالتأويل بالانحراف، يعني التحريف، ده من لوازم الخطر الذي هم فيه. من ذلك أيضا هدم التراث، من لوازم تغيير هدم التراث، يقولون هؤلاء أصحاب التراث ما وجدنا سوءا ولا 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 تأخرا ولا 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 ولا, ولا استهزاء ولا استهزراء إلا بيش إلا 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 بأهل التراث. فيستهزئون بالأئمة الأربعة وينتقصون من قدر أئمة الحديث بالذات، ويحاربون الرواة الذين تدور عليهم الروايات. وطبعا هؤلاء أمثال اللي ظاهر طبعا في التلفزيونات، غير بقى الكثير. هذا 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 الجاهل الجهول محمد هدايت الذي يقول ما فيش حاجة اسمها عصر، ما فيش صلاة عصر. وطبعا ناهيك على 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 الترهات الكثيرة يتكلم بها، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ بيشهروه جدا، واسم محمد هدايات ولا محمد هداية؟ ها ده محمد ضلالة، ده أس أربعة ضلالة. وبعدين ما ينفعش يسمى محمد، ده محموق ضلالة، يا رجل خارب عقول الناس هذا رجل. والخبيث الفلسطيني هذا عدنان إبراهيم من هؤلاء، ترعة المحمودية، هذا بحير ايه شاب ده ترعة المحمودية، هذا قصب فندي مع انه خرتيت لكنه قصب فندي، قصب فندي هذا ايضا طالع يعني ايضا يطمس التراث ويستهزئ باهل التراث. لا ده 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 بقى اذا كان نصر اللات برميل العتة، ده قنبلة العبط، هذه قنبلة ركبت حمالة. شوف دماغه على بتاعة القنبلة اللي هي البتاعة اللي بتطلع دي، بتشيلها بتطلع الدخان وتضرب في البتاعة ده، هي دي دماغه. وبعدين القنبلة المكورة، لا اصبر، القنبلة المكورة، هذا الرجل كفر يحتاج إلى من يدعوه الإسلام، ونحن قلنا له أكثر من مرة اتق الله ربك ارجع الإسلام، هذا نفس مستخدم نفس الأمر، هذا من هؤلاء. وأسوأهم خطا وأجهلهم عقلا وأجرأهم على الله وعلى الكتاب والسنة الهلالي المحاق، هذا المحاق، هذا الرجل يدعونه فقيه العصر وهو عصر الليمون، فهم؟ وما حصلش ليمون. وهذا رجل أيضا كفر،
وقلنا ندعو الإسلام. حاج بقى شوف الحشوية اللي بيكفروا، شوفوا إبراهيم عيسى استهزأ بدين الله وقال عن الصحابة يتحرش بعضهم ببعض. مجلس الصحابة مجلس تحريش، مين اللي بيربي الصحابة وبيتحرشوا؟ يبقى مين اللي بيربيهم؟ ادي واحدة. الأمر الثاني اتكلم على ذات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. الأمر الثالث استهزأ بالقرآن، سلطانية. فنحن بنقول له اتق الله وأسلم حتى الله تعالى ينقذك مما أنت فيه، لأنك تخلت في نار جهنم لو ما تطلعش الإسلام. أنت حتى ما الكرة البوليتكس ما طلعت لهاش، مشكلتك هتبقى كبيرة عند ربك. وأما هذا الآخر الذي يأتون به على أنه فقيه العصر وعمال بيتكلم بهذا الكلام الأبلة مثله، هذا الرجل يزين للناس ويقول ما فهمته من الكتاب هو الحق، ولا تجعل أحدا وصية على عقلك. بس هذه الكلمة فيها بيضرب بالقرآن عرض الحائط، لأن الله ما قال ذلك. احنا نصدقه ولا نصدق الله؟ ناخد بإرشادي ولا بإرشاد الله؟ قال فاسألوه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن كثير من الناس. يعلمهن إيش؟ من القليل؟ العلماء. لذلك قلنا وجوب الرجوع للعلماء، وجوب الالتفاف حول الراسخين. هؤلاء أمثال هؤلاء أضاعوا الدين، وهم أصلا بدفع قوي من المستغربين من المستشرقين من الغرب لابد أن تقوم لهم قائمة، ولابد من انتشارهم، ولابد أن تكون لهم وجاهة بين الناس والعامة. لذلك بيدخلونهم على العامة. هو لما برميل العتة الآخر قنبلة الخراب، هذا رجل صاحب دماغه هي فتيل القنبلة ورأسه هو بلاص القنبلة. هذا البلاص هذا يعني لما البلاص هذا يتكلم بهذا الكلام ويترك إلى يوم الناس هذا، ويترك يتكلم في دين الله جل في علاه، ويتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستهزاء وهذا التنقيص، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحجاب وعن كتاب الله بالاستهزاء، ويترك ليسمع بين الناس جميعا. هذا الرجل ولي الأمر وجب عليه أن يتخذ معه قرارا داميا، لأن هذا الرجل كفر بالله وبرسوله، والرجل هذا استهزأ بالصحابة، والرجل هذا زم وقضح في النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مهام ولي الأمر إسكات هذا الرجل أقل شيء. هذا لكن هناك قوة تدفع به وتدفع له بقوة من أجل أن يظهر للناس بوجهه. وهذا الفكر الضال، فكر الاعتزال، طبعا هذا ليس من وقتنا. هذا المأمون هو السبب الأصيل في هذا الباب، وسيحاسب إلى آخر يوم الدين من كل رجل منحرف عقلا معتزل الفكر به، هو السبب الرئيسي في هذا الباب. لما أدخل فلسفة ومكن لابن أبي دؤاد، ودول كل هؤلاء أذيال له، فهو حامل اللواء وحامل السيئات كل هؤلاء في هذا الباب. فده خطر داهم. المعتزلة أخطر فرقة موجودة في الساحة، لأنها بتحاول تخاطب عقول العوام، وبينطلي على العوام كثير من الأمور. العام عوام، العام هوام، لا يعرفون شيء، أغرار أغمار. أنا بقول لحضرتك لما واحد أصلا يقص قصة، يعني شوف بص العقلاء لما قلت أخطأ الشافعي فأتوا ببوست، شوفوا أهو بيسب الطرق، أهو بيسب الشافعي. طبعا الناس كلها العوام إيه ده إزاي؟ فالعقلاء قالوا يا جماعة هو الراجل ده مجنون، ده ليل النهار كان بيتكلم قال الله قال الرسول، لما يقول كده يطلع من النوم يقول أخطأ. طب ما تيجي نشوف هو قال أخطأ لما. أول ما سمعوا قالوا إيه؟ قالوا والله الحق معه. قالوا إيه ده؟ الحق معه. واحد بيتحايل على الله وتقول له ما يقولش أخطأ في هذا الباب، وطبعا هو مش بيتحايل، ده اجتهاد، هو اجتهد في إيه؟ فأخطأ فله أجر، ولو أصاب فله أجران، صحيح ولا لا؟ وده التأصيل العام، وإحنا بنتكلم على التوحيد، جناب الله جل في علاه، فلو كانت غضبة فهي غضبة لجناب التوحيد. العقلاء فاهموا ولا ما فهموش؟ العوام بقى ما يفهموش غير بعد بقى ما الله يجعل ينجلي عنهم من طلع عليه. فهم بيستخدمون الاطلاع هذا بقى. يعني يستخدمون العقول، يأخذون العقول، يركزون على
على السيطرة على هذه العقول. فإذا أخطار ليس بعدها أخطار، وهذه الأخطار تدمى لها الأمة الإسلامية، هدم لأصول الدين. المعتزلة هدم تام لأصول الدين. ولذلك إن أردت أن تهدم معتزلي سيبه يصرصر ويتكلم، ثم ذلك ائتي له بآية أو حديث، انتهى أمره، انتهى أمره. شوف حتى عربي كيف صغر ابن أبي دوات أمام المتوكل على من؟ عندما المتوكل رفع رسالة، ها؟ مين؟ الواثق لما قال له تعال، قال له ما تقول الآن؟ النبي علمه ولا ما علمهوش؟ خلاص انت بتقول لنا الآن مخلوق، النبي علمه ولا ما علمهوش؟ قال ما علمهوش، قال سبحان الله، ضن الله بالعلم على نبيه اللي هو سيد الأولين والآخرين وأعطاك أنت العلم، عرف أنه كفر الساعة، قال ارجع على ارجع رد المسألة على ما كانت عليه. لا لا أقول رد، فرد المسألة الثاني، قال له معك رد المسألة على ما تريد. الذي تقوله أنت هنا علمه ولا لم يعلمه؟ قال علمه، لازم يقول ذلك ولا إيه؟ قال علمه. قال طيب نشره وعلم به الناس ولا ما نشره؟ قال ما نشره. قال ألا يسعى كما وسعه، وسع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يسعى كما وسعه؟ فقام الواثق فقال إيش؟ لا وسع الله على من لا يسعى وما وسع على من يسعى سلم. بعد الأمر قال لا يقوى. إيه؟ قال الواثق هو لا يقوى، لا يقوى على المناظرة. مين مين؟ على ابن أبي دوات؟ لا قال له مخروب، قال له لا أناظره، قال له لما؟ قال هذا أضعف من أن يناظر. شيخ هؤلاء عبتهم روحين كما قلت، ما في عندهم حتى عقولهم خربة. أنا قلت لك خليه ينهار بشيء واحد، وش هو؟ لا قال رسول الله، هات الآية، انتهى أمره، انتهى أمره، انتهى تماما. في الحاصل شوف هم أصلا أضعف ما أقول لك، إنهم والله وبالله وتالله مستعملون سوسا ينخر في أصول الشريعة. لذلك أنا قصدت أن أعيش معكم بأصول الفرق فقط عشان يكون عندكم شيء من الحفظ عشان تفهموا، لأنه في كثير من إخواننا قعدوا وجلسوا يقول لك العقيدة العقيدة وراحوا ناموا مع الأشاعرة بالعربي كده، وبعدين مش لا كلام كثير. المسألة إياك يعني إيه؟ ففهم إن كنت محارة محارة عشان ما يجيش المعجوم، ما يجيش عليك كده، ها؟ لا إحنا العقيدة مش عقيدة، ونوم تام مع الأشاعرة، وبعدين كده وكلام يقول لك أنتوا ليه بتشددوا كده؟ ما المسألة سهلة، فهذا سهلة سهلة أن تتهم ربك الذي في علاه بالنقص وتصفه بالنقص، سهلة سهلة بأن تتهم ربك أو تصف ربك أنه لا يستطيع الكلام ولا يستطيع، وأيضا تنفي رؤية، سهلة في هذا الباب. فلذلك المسألة ليست بالهينة، وزعموا سلفية، زعموها سلفية، زعموها سلفية. فالحاصل أنا أردت للناس كلها تعرف الأصول الفارقة، الحدود، عشان تعلم من يميع ومن لا يميع. لما يطلع الرجل الاخر اخر ملك استحفظ قران وعايز يعمل نفسه حاكم على يعني طالب علم يرد على عالم او عالم يرد على عالم، يا ابن اجلس انت، اجلس قل يعني الف باء تاء، اقعد اجلس في هذا افضل لك، انت ما عندك شيء، ولو عندك كان ظهر على الساحه، فتسكت افضل لك. يقول ما يهمني إن كان صوفيا أو حوفيا أو طائفيا أو حوسيا، ما هو نعم ما يهمكش، لأنك غبي ما تعلمتش أصول الاعتقاد ولا أصول الورع والبراء، ما عندكش إتقان في أبواب الاعتقاد التي تفاصل لك المميزة، ها؟ عشان تستطيع أن تقيم أصل العقيدة الصحيحة ألا وهي الورع والبراء. الورع والبراء ده أصل أركان لا إله إلا الله، الورع والبراء، أن توالي وتعادي. ذلك قال ابن عباس، قال من أعطى الله ومن أعطى الله وأحب الله وأرضى الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله بذلك. فلذلك لابد أن تعلم الفوارق بينك وبين أصحاب الفكر الذين يزعمون فكرا ويهدمون دينا، يهدمون دينا في هذا الباب. فإذا محاولة هدم التراث، وده حصل في كثير من البرامج التي قدمها أصب أفندي اللي هو في الترعة، تفضل شيء أصب أفندي اللي هو في الترعة اللي اسمه تسمونه بحيرة الأراميد، ها بحيرة ايش؟
بحيره الملح. هو بالواد بيدخن عمل جرجيم عشان يرفع شويه، فاهم؟ نعم. هذا البحيره، وترون ذلك في القنبله الموقوته. ابو حمال افندي امثاله بقى كثر، امثاله كثر. منهم من يخرج على الناس على انه عالم ويتكلم بالعلم كفقيه العصر، قصدي فقيه النصر، قصدي فقيه مصر، قصد ما ادري فقيه الفحص. والله فقيه الفحص كويسه، لانه هو اصلا قال لك بيضحي بديك. ما ممكن فحص يا شيخ، شذوذ المسائل. اه والله يتتبعها ومش فاهم، ما بيفهمش حتى اصولها عشان يتكلم فيها علميا، ما بيعرفش. لكن هو عايز بيلعب، لان هو معاه واحد لعاب، اللي بيجيبه راجل لعاب اصلا، فبيخليه يمشي يمين وشمال زي ما انت عايز. فهذا اضر، هؤلاء اضر على الدين. فاصول الاعتزال اضر على الدين. سنضرب نماذج السابقه لتعلموا وتاخذون صدا منيعا من هؤلاء الذين يكيدون لكم ويمكرون لدينكم. كل من تآمر لهدم العقيده قد تآمر لهدم الدين. كل من تآمر لهدم العقيده قد تآمر لهدم الدين. الاله التي تجمع لكم اتقان التأصيل اصول الفقه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.